الحديث عن متحور كورونا الجديد، وخاصة دول كتير بقت بتتكلم في الكمامة، بقت بتتكلم في ممكن يبقى في تعليم عن بعد. في مصر بيتقال ان امتحانات الترم التاني او اللي عندهم دور تاني هيدخلوا اللجنة ب ماسكات، او يعني هيطبقوا الاجراءات الاحترازيه. فكره ان في ناس ارقام كل شويه المحطات العالميه بتتكلم على كميه ناس بيموتوا، كل الناس التقارير بتتكلم على كبار السن والامراض المزمنه، ممكن ان هو يبقى خفيف مع الناس اللي مش كبار السن ولا امراض مزمنه، ولكن الخطوره على كبار السن والأمراض المزمنة. هل في فرق بين الكوفيد زي ما احنا عرفناه السنين اللي فاتت ربنا ما يعيده، واللي جاي دلوقتي اللي هم مسميينه ايرس؟ ايه القصة، ايه الحكاية، وكل التساؤلات. والدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أهلا بحضرتك. أهلا بيك، سعيد الحمد لله على السلامة وسعداء بوجود. أهلا وسهلا بيك. الحمد لله على السلامة وسعداء بوجود. أهلا وسهلا بيك يا دكتور، نورتنا وشرفتنا. هل في متحور جديد للكورونا ولا ده دور برد جامد شوية؟ لا، هو في متحور دكتور. وخلينا نقول زي ما كانت سهير بتقول في المقدمة، هو ربنا ما يعيدها وهي ما مشيتش. هو كوفيد 19 موجود، بدأ يتحور، بدأت تظهر منه سلالات مختلفة عن السلالات اللي كانت تسبب رعب وهلع، وأصبحت السلالات الموجودة دلوقتي هي سلالات لا تصيب الجهاز التنفسي السفلي، لا تؤدي إلى فشل في التنفس، لا تؤدي إلى خلل في جهاز المناعة، لا تؤدي إلى الصدمة المناعية. أمال بتعمل إيه؟ لكن كل المتحولات اللي ظهرت من بداية من أوميكرون اللي كان بعد الدلتا، لانه هو اسوأ، اللي هو كان عشان سرعة انتشاره بالظبط، اسوأ متحور ظهر كان الدلتا. ثم بدأت تظهر متحولات من اوميكرون. وعلى فكرة ده مش متحور، احنا دايما بنقول في متحولات، الفيروس بيتحور يوميا، فهو بيحصل فيه تحورات. لكن التحور اللي كان يهمنا هو دي التحورات اللي بتبدأ انتوا تهتموا بيها والناس تهتموا بيها. لكن في متحورات كثيرة بتظهر، لان هو هي حرب بين فيروس يريد ان يبقى وإنسان يريد أن يتعافى. فدايما التحورات هتظهر مع الفيروس، وإحنا مناعتنا هتبدأ تشتغل عشان تحمي هذا الفيروس. عشان نحمي ده فظهرت متحور، المتحور الجديد اللي هو الأيرس أو الإي جي 5، هو واحد من المتحورات الكثيرة اللي ظهرت خلال السنة اللي فاتت. بدأنا نهتم ليه؟ لأن هو بدأ سرعة انتشاره تزيد، تبقى زيادة عن السرعة اللي كانت بتاعت أوميكرون. وبدأ يهرب من المناعة اللي إحنا كسبناها، سواء من المناعة الطبيعية نتيجة إصابنا بالمرض أو منع اللي احنا اكتسبناها نتيجة اللقاحات. فبدأ يظهر هذا الاهتمام. لكن يعني ايه بدأ يهرب؟ يعني أنا النهاردة عندي مناعة مكتسبة، هذه المناعة المكتسبة لو دخل الفيروس عندي هتحيد الفيروس ده ولا تخليش يظهر عليه أعراض. لا، احنا بيظهر علينا أعراض برد جامد. يعني أنا ممكن يبقى عندي كورونا بس ما هيش ظاهرة فعد الناس وأنا ما يبقاش عندي أعراض؟ خلينا بنقول من ساعة ما ظهرت الكورونا، واحنا كنا دايما بنقول ان لما انا بتعدي بيبقى في فتره حضانه، كنا بنقول عليها من 3 ايام لغايه 14 يوم، وان دي فتره انا ممكن اعدي فيها. ده برده ممكن يظهر دلوقتي كويس، ان ما عنديش اعراض شديده، عندي اعراض بسيطه بس انا عشان مناعتي قويه ومساله العدوى موجوده. بس انا هعدي الناس وفي فتره هنعدي بعض، هنعدي بعض. يعني هو المتحور ده بيعدي بسرعه البرق، ليس بسرعه البرق لكن بيقول هو بيعدي اسرع من الباقيين. لكن الميزة ما بيموتش، انه اعراضه ليست بشديدة، لا يؤدي الى فشل تنفسي كويس، لا يؤدي الى ضيق في التنفس، لا يؤدي لدخول الرعاية المركزة او احتياجنا لاجهزة الاكسجين او اجهزة تنفس. يعني المخاطر بتاعته مش كارثية، ولكن هو موجود وانتشاره سريع.